يتحدث هذا الفيلم القصير عن اعتقاد أن هناك بشر آخرون يعيشون معنا على هذا الكوكب. لا 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 لا، تعزم مني ايه؟ تومين تومين، انا محمد نال هنا بقالي يومين وبيحصل لي حاجات غريبة. الو علي. ايوه حبيبي، خلصت نقل الحمد لله. ايوه بس الشقه كده، عملت اوضتي بس لسه الشقه يعني ما خلصتهاش. ايوه بس على فكره المنطقه دي تقريبا لسه جديده، مفيش فيها سكان خالص يعني. تمام يا حبيبي، تمام، تشرف وتنور. ماشي ماشي، مستنيك بكره ان شاء الله. تمام، سلام. استراتيجي الو حبيبتي، انا بحصل لي حاجات غريبه بقالي فتره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Mm-hmm.
يا بنتي والله العظيم زي ما بقولك كده بالظبط، بيحصل لي حاجات غريبة جدا في الشقة دي من ساعة ما جيت. تقريبا اصلا المنطقة دي ما فيهاش سكان خالص، بسمع اصوات غريبة بالليل وبيحصل حاجات غريبة، والباب بتفتح لوحده والنور بتقفل لوحده. انا مش عارف اقولك ايه، بس اول ما تيجي انا مصور كل حاجة بالكاميرا هوريها لك. ايوه والله مش بكذب، انا هكدب في حاجة زي كده يعني؟ انا مجنون؟ يا ست ربنا يسامحك، بس لما تشوفي كل حاجة هتصدقيني، او اقسم بالله مش بهزر. ثانية كده اقفل التلفزيون. ايه؟ والله العظيم أظن مش ترجع. لا 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 عظيم مني ايه؟ لا 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 عظيم مني ايه؟ انتوا مين؟ انتوا مين؟ انا محمد نقل هنا بقالي يومين وبيحصل لي حاجات غريبة. واحد اثنين ثلاثة. أنا مش لوحدك، مش لوحدك. لسه أنا هبص كده وارجع بقى. ايه تبقى انت تشوف الورق كده المشهد ده. مين كده يا محمود؟ انا محمود ابراهيم نايل هنا من يومين بيحصل لي حاجات غريبة. يلا. انا محمد ابراهيم نايل هنا من يومين وبيحصل لي حاجات غريبة. بتتكلم ليه؟ ما هو انت لقيتك لسه بتصور وبتتكلم. انت بتتكلم ليه يا اسطى؟ يعني انت بص الفيديو كام مره يا محمود؟